أعلن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن مركز البحوث التربوية لدول الخليج قد اختار مملكة البحرين لاستضافة المؤتمر التربوي الدولي الكبير الذي سينظمه المركز أواخر شهر إبريل من العام المقبل 2017، وذلك تحت شعار فاقد التعليم ودور المعلم، بمشاركة نخبة من الخبراء التربويين العالميين من القارة الأوروبية وجمهورية كوريا، إضافة إلى عدد من الخبراء من دول مجلس التعاون، وذلك تقديرا لريادة المملكة في مجال تطوير الخدمات التربوية والتعليمية على المستويين الإقليمي والدولي ولنجاحاتها العديدة في احتضان الفعاليات الكبرى في شتى المجالات. جاء ذلك خلال اجتماع الدوري لمجلس أمناء مركز البحوث التربوية لدول الخليج والذي احتضنته البحرين، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات التربوية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها عرض تجربة مملكة البحرين في تطبيق مشروع التمكين الرقمي في التعليم في مدارسها الحكومية، والتي حظيت بإشادة وتقدير من مجلس أمناء المركز، واصفا إياها بالتجربة الرائدة خليجيا في مجال تعزيز التعلم الإلكتروني داخل المؤسسة المدرسية وخارجها. وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، أعرب الوزير عن اعتزاز مملكة البحرين باختيارها لاستضافة المؤتمر التربوي العالمي الذي سينظمه مركز البحوث التربوية لدول الخليج في الفترة المقبلة، فضلا عن الإشادة بجهود المملكة في تعزيز التعلم الإلكتروني، مؤكدا أن مشروع التمكين الرقمي في التعليم الذي تنفذه الوزارة حاليا يعتبر مرحلة متقدمة من مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي تم تعميمه على جميع المدارس الحكومية، وساهم بصورة كبيرة في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عمليات التعليم والتعلم. إن انعقاد هذا الاجتماع بمملكة البحرين يؤكد اهتمام بلدنا العزيز بدعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخصوصا في مجال التعليم. يناقش هذا الاجتماع العديد من النقاط التي تمس مسيرة التعليم ونقل التجارب بين الدول الأعضاء، خصوصا وأن المركز له إصدارات عديدة بهذا الشأن. كما تم الاتفاق اليوم أن يعقد مؤتمرا دوليا ينظمه المركز في مملكة البحرين، يشارك فيه عدد من الخبراء الدوليين، ويحضره أيضا الأخوة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهذا يؤكد أيضا الدعم الذي تقدمه مملكة البحرين لكل ما من شأنه تعزيز المسيرة المشتركة بين دولنا. مملكة البحرين بالنسبة لي أنا ككويتي حقيقة ما شعرت بأنه أنا انتقلت من بلد إلى بلد. أنا انتقلت من بيت لبيت في داخل بلدي. ونحن والبحرين تاريخ قديم من العلاقات الاجتماعية والعلاقات العائلية. احنا بالنسبة لنا في أيضا مملكة البحرين مشكورة وما قصرت أن وافقت على أن يعقد المؤتمر العالمي التربوي الذي سيقيم المركز بقيادة مكتب التربية العربي في الرياض. سوف يقام المؤتمر هذا في مملكة البحرين في شهر أبريل، في نهاية أبريل القادم 2017، ولمناقشة موضوع مهم جدا وهو الفاقد التعليمي ودور المعلم في تطوير التعليم وفي تقليص الفاقد التعليمي في دول المجلس. ونحن يعني هذا المؤتمر راح يكون مؤتمر مهم جدا، وتحيكون تحت رعاية سعادة وزير التربية البحريني الدكتور ماجد، ويعني اللي حيحاضرون فيه تقريبا 10 أوراق بحثية، منها تقريبا 3 إلى 4 أوراق عالمية من دول العالم، علماء كبار في هذا التخصص. أنا على تجربة البحرين خصوصا ما يتعلق في جانب التمكين، يمكن أنا أثناء مداخلتي على ما عرض لفت نظري كلمة جميلة جدا، هي قضية الجانب الإنساني. احنا نتكلم عن جانب تكنولوجي، ولكن لا نبعد عن الجانب الإنساني ونغيب الجانب الإنساني. فهذا ما يميز التجربة البحرينية، خصوصا أننا لا نريد أن يستشعر أبنائنا أنهم دائما محطة تجارب، ولا نريد أن نكون مفصلين أو نفصل مدرستنا وتعليمنا عن التكنولوجيا. في نفس الوقت كيف أن نجعل من أطفالنا أو أبنائنا ناس ناقدين متقبلين هذه التكنولوجيا؟ حقيقة الموضوع التمكين الرقمي وما تم عرضه
والأسس التي اعتمدت عليها مملكة أو وزارة التربية والتعليم في الموضوع تؤكد مستوى النوعية والجهد المبذول في هذا الجانب ومستوى الشراكة أيضا المتحققة من قبل مؤسسات المملكة المختلفة. وبالتالي في حقيقة الأمر هنا وزارة التربية والتعليم تؤسس لمرحلة قادمة فيما يتعلق بموضوع التمكين الرقمي لدى الأجيال القادمة، بحيث تضع لهم موجهات في التعامل مع التحديات التي تواجه الأبناء فيما يتعلق بموضوع التقنية. تجربة صراحة انبهرنا فيها احنا كلنا كدول خليجية، تجربة متميزة وتجربة واعدة ويندرج تحتها مشروعات ضخمة. أتمنى النجاح لهذا المشروع. طبعا توجد كل مشروع فيه تحديات، والتحديات واضحة لدى المسؤولين.